حط على البلاك ماركت وقول أبراكادابرا بس بصوت وكأنك تسوي شيء هذا أبراكادابرا. موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدمون كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع تفتيح باكجات لكن هالمره الحالي. ليش الحالي؟ لان في فكره ببالي، كم واحد من اليوتيوبرز اخويا يعني سوى هذه الحركه، فقلت ليش ما اسويها؟ اني افتح باكجات لكن بطرق انتم تفتحون فيها. يعني مثلا واحد يجي يقول اوه خل وجهك ورا تاع الباكج، ممكن يجيك حظ كويس. واحد يقول افتح الباكج باليد مقروبه زي كذا، فهمتوا؟ راح نشوف هل حظنا كويس ولا لا. راح نفتح 10 باكجات ان شاء الله. قبل ما يبدا مقطع لا تنسون زر لايك، اشتركوا في القناه كنتم مشتركين، لا تنسون تفعلون زر التنبيهات، ترى جدا 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 مهم. يعني اذا نزلت مقاطع غير روكت ليج ترى ما حد يشوفها او ما حد يجي تنبيه شيء زي كذا، ففعل زر التنبيهات. اذا ما اشتغل عندك زر التنبيهات شيل الاشتراك وحطه من جديد، فعل زر التنبيهات لكل شيء، لان صراحه حتى المنتدى في التفاعل قليل فيه. هاي واحد يشتري من الايتم شوب ولا شيء كود بيست لا تنسونه. خلونا نبدا. طيب اوكي، الحين راح نبدا تفتيح الباكجات. في البدايه حاط سي اس 8 اكشخ فيها لانها يقولون انه ما راح تنزل. في شيء ابغى اقوله لكم جدا 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 مهم، راح يفيدني، راح يفيدك انت قبل اكيد، اللي هو الكريدت في اللعبه. اذا انت تشتري كريدت اوكي، خلينا نشوف كم سعر كريدت هنا. شوف باي كريدت 3000 كريدت بحوالي 93 ريال، يعني حوالي 30 دولار او اقل بشوي. فلو تشتري من روكت ليج اكسشينج وتحط كود في اس ال راح يخصم لك، وراح يصير لك ارخص من اللي قاعد تسويه. يعني شوفوا انا هنا عندي 2000 كريدت، فخلونا الحين نفتح. طبعا الباكجات هذه شاريها، والله انا شاريها من روكت ليج اكسشينج، يعني مو معطيني، لا انا شاريها عشان ما حد يجي يشطح ولا، لان صراحه الاسعار كويسه، في كود خصم، يعني المح لكم. يعني ايتم شوب في اس ال كيف تسمون ما يفرق، شكرا لك. طبعا كلها ماخذها من الانستغرام، فاللي ما تابع الانستغرام يتابعني على سناب شات. واحد يقول لا تسوي شيء وافتح وما عليك امبورت وفوق، يقول لا تسوي شيء بس افتح باكج بيطلع لك امبورت وفوق. خلينا نشوف. يعني بسم الله يقول لا تسوي شيء يطلع لك امبورت وفوق. الله يهديك، بس الله يهديك الله يهديك. وش اللي امبورت فوق هذا؟ ايش هذا؟ اقطع من القهر. خلونا نشوف اللي بعده. يقول افتح الباكج الاخضر يطلع لك محرز، هذا غلطان، هذا روكت ليج، والله والله روكت ليج. واحد يقول افتح باكج واصبع رجلك، ايش فيه كذا يعني؟ ايش فيه؟ لا يعني اعطونا شيء معقول. اكس ار 2 قاعد افتح ماوس، يعني ما استخدم اليد، فنشوف غيره. احط اليد فوق رجلي من تحت، لغز ذا، وايش ذا؟ حط على البلاك ماركت وقول ابراكادابرا بس بصوت وكانك تسوي شيء هذا. حط على البلاك ماركت وقول ابراكادابرا. ترن شوي بس على شو يسوي؟ او بورد بنتد. يا ساتر ايش فيه؟ والله شكرا لك، يعني والله يعني انما انا اؤمن ذي الاشياء. صدفت يعني، والله صدفت. والله شكرا يعني، باكج جميل جدا، والله انبطت، ما ادري شلون انبطت صراحه. واحد يقول حط كودك في الايتم شوب وروح افتح الباكج. اوه توني حاطين الكود، لكن طيب خلينا نروح الايتم شوب، نحط كود من جديد، نمسحه ونكتبه بالكابيتال هالمره، يعني لما انه كان بسمول ما يفرق يعني. بعدين نروح نفتح باكج جراج، بسم الله على طول على طول على طول على طول. خلينا نشوف تضبط الحركه ولا لا. اوكي بينتد بسرير، الله يهديك. هذا دليل انه ما حد يحط كود يعني. الله قهر. واحد يقول قفل لعبه وروح نام، كاتب لا امزح، اقرا الفاتحه كامله واستغفر 5 مرات. ايش فيه؟ واو اعطونا شيء معقول، اشياء هذه بتطول مره، ابغى شيء بسيط يعني. اطلع وادخل الباكج 3 مرات. وين ابغيت اخذ يد ما في يد. اطلع وادخل الباكج 3 مرات، اطلع وادخل، اطلع وادخل، اطلع وادخل. بسم الله ما قال حط على اي سيارة، ما قال شيء، فخلنا نشوف. يا الله بس والله قهر، يعني ما في شيء، ما في شيء كويس يا شباب، ليه؟ حرام عليكم. واحد يقول لف السيارة 3 مرات وقول يا رب شيء حلو بيطلع لك امبورت. اشوف 1 2 3 يا رب يطلع لي شيء حلو. شوف شوف امبورت. ها السيارة بس امبورت، احب اني امبورت. والله شكرا يعني ان ضبطت الاشياء البسيطة، سبحان الله ما تضبط الاشياء اللي لف سيارة 3 مرات، ما اشياء زي كذا تضبط، ما ادري ايش السالفة. واحد يقول غمض عينك وقل بسم الله، انا طلعت لي دومينوز عاد نجرب حظك. غمض عينك، بسم الله بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رحمن الرحيم. اوكي فيري رير،
مش بطال يعني، بس انه ما طلع لي دم زيك الله يسعد. اوكي واحد يقول حط سيارة الأوكتين مثل المنو بفتح بورت. يعني قصدها ديفولت انا مسويها يعني، بس اني الحين مختار باتمان فما لها دخل. واحد يقول لف السيارة مرتين قول عن بلوص. يلا اللي هي السيارة كذا، قول واحد اثنين عن بلوص. واحد يقول راح عند الاشياء العاديه اضغط على اي شيء وبعدين اطلع منه. اوكي هذه يبغى نطلع شوي، فخلنا نشوف. نروح عند الاشياء العاديه بعدين اضغط عليها بعدين اضغط على الامبورت الاشياء المستري. فضغطنا الحين على واحد بعدين ضغطنا على الثاني ما قدرنا، نروح الباكج ونفتح الباكج، واذا ما طلع لي شيء ترى طقك يعني صراحه. ما طلع لنا الاثنين امبورت والحظ يعني دمار شوي. شوف حرام يا اخي الله حرام، فكي تهزني موايت بس على الرير وش ابغى فيه. الله قهر والله قهر. واحد يقول قول في اس ال انتوب وافتح راح يجيك بلاك ماركت من عندي. والله شوف يا عادل يعني اذا ما جاني بلاك ماركت وانا قايل في اس ال انتوب ترى يعني يوم جبت طاري الكود قبل شوي طلع لي رير يعني. فالله يستر الله يستر الله يستر يا ربي يا ربي في اس ال انتوب. الله اقصدك هوريه بنتد بيسأل انتوب شباب بيسأل انتوب يقطع بليس حظي. الو شرطة الو شرطة الله بيسأل انتوب والله الله بيسأل انتوب. خلت معه لأن ما راح نشوف بعدها اكزيتك ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله يعني بس والله اكزيتك يا شباب بنتد الله اخيرا. اوكي واحد يقول باكج شيل النظارة خلنا نجرب. بسم الله رجع النظارة رجع النظارة صديق. قاعد يقول لي احد شيل النظارة. اوكي والله العظيم مشكلة. قل يا رب رزقني حظ الاجانب. ما اتوقع بتضبط صراحة بس خلنا نشوف شيء نسويه. قول ذكرنا بتذكرنا ايش ذا والله شعوذة هاي صدقية صراحة. صارخ انا صارخ للشخص الغلط يعني. تنكس قبل ما تفتح روح كأنك تبي تشتري بوينت بعدين ارجع افتح الباكج بسرعة. هذا تريكسي قاعد يقول روح كأنك تشتري بوينت يحسب انه فيفا بس خلنا نسويها صدق انه هنا. اوكي طيب بما ان خلصنا الباكجات حاليا فخلونا نفتح الباكجات الباقيه اللي هنا. تريكسي يقول شو نفسك انك تفتح بوينت بس هنا ما في اشياء في والله امبورت بس تسوي نفسي كأني بشتري كريدت يعني. خلنا نشوف تريكسي تضبط حركته ولا لا يعني. تسوي نفسك كأنك تشحن بعدين ترجع فنضغط على هذا بعدين نحط نو بعدين نرجع بعدين نفتح باكج وخلنا نشوف هل يطلع لنا امبورت. يمكن يطلع لنا امبورت والله صدق. اوكي فيري رير مش بطال مش بطال. واحد يقول كاكاشي سنسي وفتح الباكج وافتح الباكج كاكاشي سنسي هذا وش عايش هذا رير هذا الله يسعد. واحد يقول انجز من الكرسي وانت تفتح نزبل نزبل. اوكي امبورت امبورت ايش فيه من الباكج المخيس يا شباب. اوكي زبلنا بس وجهي راحه وخلاص. خلينا نقول يا رب رزقني حظ الاجانب خلينا نشوف ايش بيطلع. هل بيطلع امبورت مره ثانيه؟ احس مستحيل بس خلينا نشوف. ما فيش حظ. يلا خلينا نجرب ابراكادابرا ابراكادابرا. لم تزبط زبطت المره الاولى بس ما زبطت هنا. خلينا نقول في اس ال ان توب يا رب امبورت. ليه يا اخي ليه؟ طيب ما انا طلعنا اشياء والله حلوه صح. طلعنا اثنين امبورت او اثنين ولا ثلاث والله نسيت. طلعنا واحد اكزوستيك ولا وبينتد 10 باكجات اساسيه اللي هي باكجات اللي في بدايه. الباكجات الثانيه السبعه طلعنا منها واحد امبورت فشيء رهيب صراحه. يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. لا تنسوا زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين. واللي يبغى يشتري باكجات ولا كريدت ولا اي شيء موقع روكستار اكسشينج تحت. اي واحد بيستخدم كود في اس ال راح يخصم له 3% وكذا بتكون داعم لي. يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا وشوفكم على خير. سلام.